نعود إياكم مشاهدينا إلى الأستاذ باسل حفار، رئيس مركز إدراك للدراسات في إسطنبول. أستاذ باسل تسمعني؟ ألو، نعم أسمع. حياكم الله. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين قال بأن مسألة رحيل الأسد عن السلطة هي خارج الأجندة الدولية الراهنة. كيف برأيك تقيم هذا التصريح، وهل فعلا تغير الموقف الغربي من الأسد؟ حياكم الله. الحقيقة هذا النوع من التصريحات ليس جديدا من روسيا بخصوص موضوع الأسد. روسيا لطالما صرحت وقالت أنه كانت في السابق تقول أنه مسألة رحيل بشار عن السلطة ليست مسؤولية ولا يجوز للآخرين التدخل فيها، وكانت تشير كثيرا إلى الغرب وإلى الأوروبيين تحديدا والأتراك، والآن بدأت تقول أنها أصلا خارج الأجندة الدولية. الحقيقة المجتمع الدولي منذ فترة بدأ يكف عن وضع هذا الطرح في مقدمة أجنداته فعلا، وإنما انتقل إلى قضايا متعلقة بالملفات الإنسانية بسبب حجم الدمار والإجرام الذي يتم ارتكابه في سوريا، مثل عدد البراميل التي تلقى يوميا وأعداد الكبيرة للشهداء والقتلى الذين كانوا يسقطون بشكل يومي وما إلى ذلك. وهذا ما دفع بالمجتمع الدولي بوضع قضايا إنسانية مثل قضايا متعلقة بقضايا إنسانية مثل مسألة وقف إطلاق النار أو مسألة معالجة الممرات الآمنة أو مسألة الوصول الأغذية والمساعدات الطبية إلى المناطق المحاصرة وغيرها من القضايا على قائمة الأجندات. ولكن هذا ليس بسبب أن المجتمع الدولي والعالم تخلى عن رحيل الأسد أو يعتبر الأسد قابلا للعودة وهو على استعداد التعامل معه، ولكن لأن حجم الإجرام الذي يرتكبه الأسد يوميا دفع بالآخرين لتبني قضايا المواقف الإنسانية ووضعها على أولويات القضية السورية، إضافة إلى التعقيد الكبير الحاصل في القضية السورية والذي دفع بالكثيرين من المتدخلين أو الذين يحاولون التدخل أو المعنيين الجهات المعنية بالابتعاد قليلا بسبب حجم التعقيدات والاضطرابات الناشئة ضمن هذه القضية. أستاذ باسل، يعني إذا كان رحيل الأسد ليس على الأجندة الدولية كما قالت روسيا، يعني برأيك لماذا يتم الحديث عن إعادة هيكلة للدستور السوري؟ كما قلت قبل قليل، روسيا الطريقة التي تصف فيها روسيا الوضع بأنه لم يعد على الأجندة الدولية غير صحيح. النظام ورحيل النظام موجود على أجندة كل الدول المعنية أو المتداخلة بالشأن السوري، ربما تتفاوت هذه الدول بأسلوبها أو طريقتها أو طبيعة طرح هذا الموضوع أو مدى حرصها أو دقتها عليه فعلا أو جديتها في العمل عليه، لكن في النهاية مسألة رحيل الأسد ليست مسألة ملغية أو ليست موجودة على أجندة دولية، بالعكس هي تشغل بال كل الأطراف لأنهم يعلمون جيدا أن بقاء الأسد يعني استمرار الأزمة. قد يحصل انخفاض في وتيرة التوتر في هذه الأزمة من وقت لآخر، لكن في النهاية بقاء الأسد، طالما الأسد موجود فإن الأزمة موجودة. نعم، الحديث عن الموقف الروسي، كيف تقرأ أستاذ باسل انسحاب ميليشيا النجباء من دير الزور مع وصول قوات روسية إلى المنطقة؟ يعني هذا يأتي في إطار ما كان يتحدث عنه الروس أيضا سابقا، أنهم سوف يلغون الوجود الميليشياتي لمختلف الأطراف في معظم المناطق، وكان هناك أخبار وتسريبات عن لقاءات إيرانية روسية ودعوة روسية للإيرانيين لسحب مجموعة من ميليشياتهم ليس فقط في منطقة الشرق وإنما من مناطق أخرى واستبدالها بقوات نظامية روسية أو بقوات مشتركة. يأتي هذا في إطار التمهيد بحسب الروس لسيطرة الروس على مناطق أوسع داخل سوريا بغية فرض رؤيتهم أكثر سياسية وتوجههم بخصوص مستقبل هذه المنطقة. نعم، صدر عفو عام عن المشقين في سوريا عن الخدمة الإلزامية، برأيك لماذا يصدر هكذا عفو في هذه الفترة؟ النظام في هذه المرحلة يحاول لملمة شتاته، أيضا يحاول أن يظهر بمظهر القوي والمنتصر و المسيطر والمتمكن، وهذا النوع من الإجراءات مثل إصدار العفو والدعوة الآخرين للعودة إلى سوريا مثلا تأتي من وقت لآخر، أشياء أخرى من هذا القبيل، الظهور من وقت لآخر للقيادات النظام السياسية مثل رئيس النظام أو زوجته وغيره، كل هذا بغية إعطاء انطباع بأن النظام متماسك وأن النظام باق أو أن النظام ينوي الاستمرار وما إلى ذلك، خشية أن لا يفقد مؤيديه وسط التصريحات الروسية الواضحة والتي تشير إلى سيطرة الروس على الواقع السوري. أستاذ باسل حفار، رئيس مركز إدراك للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.